في فيديو السابق حكينا عن تعريف العلم والنفس وعلم النفس، بس هل حكينا عن الاتجاهات المعاصرة في علم النفس؟ بداية قبل ما نبلش الموضوع، الفيديو الماضي ما كان فيه إضاءة كويس، اني كنت ناسي افتح الضوء وناسي افتح اللي ورا، بس مش مشكلة. سنكولنا صنف العالم هيلجارد الاتجاهات المعاصرة في علم النفس او الاتجاهات الجديدة في علم النفس، الا وهي دراسة الظاهرة السلوكية الى 5 اتجاهات. اولهم الاتجاه العصبي البيولوجي او النيروبيولوجي، ثانيا الاتجاه السلوكي، ثالثا الاتجاه المعرفي، ورابعا الاتجاه التحليلي، واخر شيء وخامسا هو الاتجاه الانساني. اولا خلينا نشرح الاتجاه العصبي البيولوجي او بين قوسين النيروبيولوجي. لفهم هذا السلوك وهذا الاتجاه لازم نفهم طبيعة الدماغ البشري وطبيعة أجزائه ومكوناته ككل. قبل ما أشرح عن كل اتجاه فيهم، لازم تذكر معي مثال الإشارة، إنه شخص شاف الإشارة تاعت المشاة خضراء فبالتالي عبر الشارع. ففي هذا الاتجاه راح نحط مربع لكل اتجاه فيهم وراح نحكي عن كل واحد فيهم بالتفصيل. فالإشارة الخضراء هون تؤدي إلى عمليات فسيولوجية وإشارات عصبية تنتقل من الحواس إلى الدماغ ومنه إلى الأعضاء والعضلات، والتي تؤدي في النهاية إلى عبور الشارع. بس من أبرز الصعوبات اللي واجهها العلماء في دراسة هذا الاتجاه هي صعوبة وتعقيد الدماغ ككل. بحب تكون الدماغ على ما يزيد عن 12 بليون خلية عصبية وعدد لا نهائي من الوصلات العصبية، إلا أن العلماء عادوا إلى دراسة الدماغ حديثا نظرا لتوفر تقنيات وأدوات حديثة ساعدت في دراسة الدماغ. هذا كان عندنا أول اتجاه أو أول اتجاه معاصر في علم النفس، وهو الاتجاه النيروبيولوجي أو الاتجاه العصبي. أما عن الاتجاه السلوكي، فبدأ تأسيس المدرسة على يد جون واتسون. خلينا نحكي مثال عن المدرسة لتفهم أن المدرسة هون أو معناها الاتجاه أو بدأ دراسة هذا العالم. خلينا نحكي والنفس السلوكية هون تعرف باسم علم النفس المثير والاستجابة، وعلم النفس هون هو عبارة عن الصندوق الأسود. فلفهم السلوك نفسه يجب دراسة الممهدات والمحفزات اللي أدت إلى هذا السلوك، أو بالأحرى المثيرات والممهدات التي تسبق هذا السلوك. ونفس المثال الإشارة الخضراء عبور الشارع، وقد تم التركيز في هذا المثال على ما هو قابل للملاحظة والقياس. النقد الذي وجه للمدرسة السلوكية هاي نظرت على الإنسان نظرة آلية بحتة، بحيث أنها بتعطيه مدخلات وبتحصل منه على مخرجات بس. فقد أهملت هذه المدرسة تأثير إنسانية الإنسان وقيمه ومعرفته على سلوكه. ثالثا ألا وهو الاتجاه المعرفي، الإنسان تبعا لهذا المجال ليس مستجيبا آليا للمثيرات، بل هو يعمل على تحليل وتفسير وتبويب المعلومات قبل إعطاء الاستجابات. ولذلك يجب أن نفهم العمليات العقلية الوسيطة اللي بتحدث بين المثير والاستجابة، اللي من التفكير والفهم والاستيعاب والتطبيق والتخيل والتذكر إلى آخره، اللي بتتفاعل مع مخزون الذاكرة والخبرات السابقة لحتى نفهم السلوك. فنفس المثال الإشارة الخضراء، عمليات عقلية وسيطة تتفاعل مع مخزون الذاكرة والخبرات السابقة لدى الإنسان، والتي تؤدي في النهاية إلى عبور الشارع. فهذا كان معنا الاتجاه المعرفي تحديدا. أما بالنسبة للاتجاه التحليلي، فشبه فرويد مؤسس هذا الاتجاه أنه عقل الإنسان كالجليد، أو بالأحرى شبه الحياة العقلية للإنسان بالجبل الجليدي، بحيث تمثل القمة الوعي أو بالأحرى الشعور، ويتمثل القاعدة اللاوعي ألا وهي اللاشعور. وكان فرويد طبيب بالمناسبة، ثم اتجه إلى علم النفس بعد أن واجه العديد من الحالات المرضية التي تؤدي إلى أنها تكون حالات نفسية، يعني أنها ذات منشأ نفسي في الأصل، حالات الشلل الوظيفي أو اللي هي بسموها الهستيريا. وبتسمى الطريقة اللي بيستخدمها فرويد في التحليل النفسي بالتداعي الحر. يقصد في التداعي الحر أنك تخلي المريض يحكي عن حياته وخبراته السابقة، حتى لو كانت هذه الخبرات مؤلمة أو تافهة أو حتى محرجة، لأن هذا ممكن يمثل مكمن العقدة النفسية، أو اللي هي بالأحرى الخبرة اللاشعورية، يعني تكتسب خبرات وأنت نفسك مش عارف أنك اكتسبتها. وقد ركز بهذا الاتجاه على أهمية اللاشعور، يعني أنت تكون مش حاسس في الإشي اللي عم تعمل أو الخبرات اللي عم تكتسبها وأنت نفسك مش عارف. وبتكون اللاشعور من خبرات مؤلمة في العادة ودوافع وحاجات أو حاجيات غير مشبعة بالنسبة لإلك. بالعادة بكبتها الإنسان وبزيلها من مستوى الشعور أو اللي هو الوعي، لكنها بتضلها إلى بعض المتنفسات والطرق اللي ممكنها تيجي لك من خلال طرق ثانية مثل الأحلام، لا وزلات اللسان والقلم عن طريق الكتابة برضو، والتعبيرات المرضية برضو، وكمان بعض أنواع النشاط الفني. يعتبر فرويد أول من ركز على خبرات الطفولة الباكرة وأهميتها،
وأثرها كمان في تكوين الشخصية الراشدة لاحقاً. كما ركز على الغرائز كمان، واعتبر أن حياة الإنسان سلسلة من الصراعات بين غريزتين، وهذول غريزتين أساسيتين مش غريزتين ثانويات، واللي هما غريزة الحياة واللي بيمثلها دافع الجنس بنظره، وغريزة الموت واللي بيمثلها دافع العدوان. أما عن آخر اتجاه معاصر في علم النفس واللي هو الاتجاه الإنساني البسيط، واللي بدأ تأسيس هاي المدرسة على يد إبراهام ماسلو وصديقه كارل روجرز، واللي ساهموا في تقديم أسلوب للعلاج النفسي قائم على هذا الاتجاه الإنساني، وهدفه الأساسي مساعدة الأفراد على تنمية طاقاتهم. وتحقيق الذات عند ماسلو هو عملية مستمرة بطول الحياة نفسها، وهي مش هدف نهائياً بيستطيع الإنسان أنه يوصل له. فالإنسان في هذا الاتجاه حر في تصرفاته ومسؤول عنها كمان، وليس له الحق في أنه يلوم أبويه أو البيئة على أخطائه. فقد ركز الاتجاه الإنساني على الخصائص التي تميز الإنسان، خاصة الإرادة الحرة والنزعة إلى تحقيق الذات. فقد نظم ماسلو الدوافع على شكل تخطيط هرمي أو على شكل هرم بالدرج من حيث الأولوية والأهمية وقوة الإلحاح وضرورة الإشباع كمان، وهي على نحو التالي زي ما حكيت لكم إياه: أولاً الحاجة إلى تحقيق الذات، ثانياً الحاجات الجمالية، ثالثاً الحاجة إلى المعرفة والفهم، ورابعاً الحاجة لتقدير الذات، ورابعاً الحاجة للانتماء والحب، وخامساً الحاجة إلى الأمن، وسادساً الحاجات الفسيولوجية. فهذه كانت الدوافع المهمة بالنظر ماسلو، واللي درجنا لكم إياها من حيث الأهم والأولوية إلى الأقل أهم والأقل أولوية. وهذه كانت عندنا الاتجاهات المعاصرة في علم النفس، شرحناهم من 5 اتجاهات بشكل مفصل عن كل واحدة. يمكن بهذا الأسبوع تكون الفيديوهات سريعة شوي أو تكون الفيديوهات قصيرة، أنا مو متمركز حالة امتحانات شوي صعبة. فإذا عجبك اللايك لا تنسى تعمل لي اشتراك في القناة، إذا عجبك اللايك، فإذا عجبك المقطع لا تنسى تعمل لي اللايك والشير والسبسكرايب، اكتب لي رأيك تحت في الكومنتات، واللينك الانستغرام يكون تحت في الديسكريبشن. ديروا بالكم على حالكم، مع السلامة.